مرحبا أهلا بكم في حلقة جديدة من قناة الأطفال. اليوم سنقدم لكم مسلسل سارا الحلقة الثانية. قبل البدء لا تنسوا اللايك والاشتراك في قناتنا وفعلوا جرس التنبيه ليصلكم كل جديد. هيا نبدأ. كوكورو ها؟ أوه حلوت حلوت جاء الصباح. ها؟ من أحضر هذا السرير إلى هنا؟ إنه ليس لي. أمي هل أنت من أحضره؟ ليت أنا. إذا خذيه من هنا. حسنا. حصلت على مفتاح البيت. ليس أخرج.
أمي أحبك، لكن لا تعاودي هذا. فهمتي؟ حسناً يا أمي لا تقلقي. أعطيني مفتاح. واو، أعطيني مفتاح. تفضلي يا أمي، سأخبئه. أمي هل سنسافر يوما ما؟ حسنا. سأتركها هنا وأذهب لأسرح شعري. سأسرح شعري. لن أسمح بهذا، أنا أسرح فقط شعرك. تعالي إلى هنا، أنا سأسرح شعرك. لماذا يا أمي تقومين بكل شيء؟ هيا اجلسي في مكاني في سريري. حسنا يا أمي. حسنا. تفضلي المشط يا أمي. حسنا. تعالي إلى هنا، توقفي عن الحركة. ماذا قلتي؟ لا لا شيء يا عزيزتي الأميرة. لا أحب ابنتي، أريد أن أتخلى منها يوما ما. أتمنى أن لا تعرف هذا. مفاجأة لأمي، مفاجأة حسنا، سأفاجئها بهذا. ما هذا؟ قلب؟ لا يخون، ليش يرسل؟ أمي؟ أغمضي عيونك. حسنا، افتحيها الآن. شكرا لك. لن أكره يوم ابنتي لأنها تحبني. لن سأحتفظ به دائما يا عزيزتي. لقد نامت، سأخذ المقص. أين هو يا ترى؟ أين هو؟ أين هو المقص؟ ها هو ذا. هي ستقص شعرها. ستنا سأخبئ المقص. تعالي إلى هنا، أعرف أين هو. يا أمي، ها هو المقص. أرجوك يا أمي، إنه مقص يصنع به الأشغال اليدوية. لا، أرجعيه إلى هنا. أوكي، لكن لا تقصي شعرك. فهمتي؟ حسنا يا أمي. سأرى ماذا تعمل. أمي، أمي أريد ربطة الشعر. لا يا حبيبتي، اذهبي واشتري لي. حسنا. سأقص شعري بالمعيار. هل قد أخذت المعيار؟ لا، انتظري. سترين. ماذا يا أمي؟ تعالي إلى هنا. تعالي تعالي، سيعود لينمو من جديد. أعدك بهذا، أعدك بهذا. ستعودي قطعة شعرك. فتعالي تعالي إلى هنا. ادخلي إلى هنا. حسنا يا أمي، حسنا. توقفي عن شدي. تعالي تعالي إلى هنا، تعالي. تعالي إلى الولاية القديمة. سينمو يا أمي بسرعة، لا تقلقي. أبغد بعد أشهر وأشهر. لا مسقسي تعالي. أمي قلادتي، أين هي؟ لا علقت في شعري. ها هي. كرم لا مسمح، كرم لا مسمح شعري. سأتصل بأمي. مرحبا أمي. ألو ابنتي، أريد ربطة شعر من فضلك. حسنا. ستطول وأنا سأقص شعري. سأرجوك. سأخرج لأشتري ربطة شعر. سأقص شعري لكي لا تعلم ابنتي.
سأذهب وأجيب المقص وأقصه. أظنني سأشتري ربطة الوردية. سأقص شعري. حسناً، ها قد عدت ومعي الربطة. ولقد قشرت شعري. قد عدت ومعي الربطة. مثل حدث زلزال. يا ويلي زلزال. بعد ساعة من ترتيب الملابس، أوه، تعبت كثيراً. أوه، تعبة كثيراً. رأسي يؤلمني. أتمنى أن يكون الفيديو قد أعجبكم. لا تنسوا اللايك والاشتراك في قناتنا وفعلوا جرس التنبيه ليصلكم كل جديد. مع السلامة في حلقة أخرى من قناة الأطفال.